أرحب بكم برنامجنا هذا سميرة كيتشن، وأقدم لكم أحلى ولذ الوصفات، أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم رح أسوي لكم أقراص الجبن، عجينة قطنية وحشوتين مختلفة. There will be a short recap in English by end of this episode today for our recipe which is going to be cheese pie using two different kind of filling. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. Purchase my cookbooks, Treasured Middle Eastern Cookbook, مختارات من فنون الطبخ, A Baking Journey. You can email me to order directly from me, sjola11@yahoo.com, or you can order from amazon.com. رح نبني وصفتنا اليوم بتحضير العجين. أول شيء هنا أنا عندي مي دافي رح أخليه بإناء العجن، وعليه رح أرش الخميرة والشكر، نتركه لمدة 5 دقائق. رح أضيف الملح إلى الطحين، رح أضيف الطحين إلى خليط الخميرة والماء، نبتدي نعجن. رح أضيف الحليب الدافي، زيت الزيتون، ونستمر بالخلط إلى أن يكون لنا عجينة متماسكة ولينة. العجينة شوفون شلون تقريبا لينة إياها، وإحنا نريدها تكون بهذا القوام حتى تنطينا نتيجة كلش كلش طيبة. رح نحول العجين إلى إناء دهناه بقليل من الزيت، ونغطيه بقطعة نايلون وقطعة قماش، ونتركه لمدة ساعة إلى ساعة ونصف في مكان دافئ حتى يختمر أو إلى أن يضعف حجم العجين. على مدى ننتظر على العجين حتى يختمر، راح نحضر الحشوات. هنا أنا عندي الحشوة الأولى هي جبنة الموتزاريلا المبروشة، جبنة الفتا، وجبنة الشيدر جبنة صفراء، ولهذا راح اضيف المعدنوس المفروم، نعناع مجفف، اذا عندكم طازج همين تقدرون تستعملون، وشويه فلفل اسود. مثل ما تشوفون ما نستعمل ملح لانه الاجبان بها كميات ملح كافيه كلش. راح نخلطها. الحشوه الثانيه عندنا جبنه الموتزاريلا المبروشه، جبنه الفتا المبروشه، جبنه الاسبانيش تشيز او هي جبنة شيكاغو اللي تتسمى الجبنة العربية اللي نشتريها من المحلات العربية، المعدنوس المفروم، والبصل المفروم. اذا ما يعجبكم لاي سبب من الاسباب تستعملون البصل، بس ينطي نكهة الى درجة طيبة. يعني تقدرون لا تستعملون البصل اذا ما يعجبكم، الى درجة تكون طيبة هذه الحشوة. ورما قطعنا العجين طبعا اول شيء اختمر ساعة، وبعدين قطعته وتركته لمدة 30 دقيقة. شوفون شلون اختمر مرة ثانية. بس رح نبدي نحشي. هنا أنا عندي الصواني اللي دائما استعملها من اسوي اي اقراص، وطبعا اذا ما عندكم من هذه الصواني تقدروا تستعملوا صينية عادية تخلون عليها بارشمنت بيبر. هنا أنا عندي زيت زيتون، راح ادهن المكان اللي راح نشتغل به بقليل من زيت الزيتون. هذا النوع ما يحتاج لا شوبك لا طحين. راح نفتحه بالزيت، راح نفتحه على شكل مستدير تقريبا 5 إلى 6 انشات القطر مالته، ونتأكد بأن الحفاظ تكون رقيقة أرق من السنتر. نأخذ كمية من الجبنة هذه اللي خلطناها من الحشوة، وراح نجيب العجين كله فوق الجبن، نتأكد بأنه راح ينسد كل الزين. راح نخليها ونستمر بنفس الشيء. أول واحدة استعملنا خلطة الحشوة الأولى، وهذه اللي بيها البصل
حتى نفرقهم وحدويا من اللخ، راح نخليهم بصينية مختلفة، وهذه اللي بيها البصل راح نرش عليها سمسم أو حبة سودا حتى نفرقهم واحدة من اللخ. خلصنا الوجبة الأولى اللي هي صينيتين، الوصفة هذه تطلع لنا 24 قطعة. سهنا سوينا 6 من الحشوة الأولى و6 من الحشوة الثانية، راح نغطيهم بقطعة نايلون وقطعة قماش، وراح نتركهم لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يرتاحوا قبل ما نبدي شويهم. ورا ما تركنا طبعا، ورا ما حشينا الأقراص هذه وتركناها حتى ترتاح شوية، بس راح نبدي بتحضيرها حتى نشويها بالفرن. عندي هذه اللي حشيتها بحشوة اللي بيها البصل، ورا ما ترتاح تنفتح بطريقة كلش صحيحة وبسرعة، وهذه اللي ما بيها البصل نزرفها بجنجل بالشوكة، نتأكد بأنه البخار يطلع من عندها. وهنا عندي بيضة خليت خاشوقة مي بيها، راح أخلي البيضة هنا، راح نخفقها كل زين، وراح ندهن وجه الأقراص كلها بخليط البيض هذا. حتى نميز الحشوة البصل عن الحشوة اللخة، قسم من عدها راح أرش عليها حبة سودا، أنا يعني كلش تعجبني حبة سودا، وقسم من عدها سمسم. بس أنتوا تخلون الشيء اللي يعجبكم، تقدرون تخلون اثنينهم حتى أو سمسم واحدة بس حتى نميزهم. وهسه الأقراص هذه حاضرة حتى نشويها بالفرن 400 فارنهايت لمدة 12 إلى 15 دقيقة. أشكركم شكر جزيل متابعتكم برنامجنا اليوم سميرة سكتشن. برنامجنا اليوم سويت أقراص الجبن، عجينة قطنية ومحشوتين جبن، إن شاء الله تعجبكم. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. Subscribe to my YouTube channel, like my videos, follow me on Instagram, Facebook and TikTok. Rita, for today's episode. Today's episode, I made cheese pies using 2 different kinds of cheese fillings. To make the dough, I placed water in a large mixing bowl, sprinkled yeast and sugar over. Set aside for 5 minutes. I added the flour and salt, then added milk and olive oil. Mix well to form a smooth, soft dough. Transfer to an oil bowl cover and place in a warm place for 1 to 1.5 hours or until it's doubled in size. I divided the dough into 24 equal portions, form each into smooth ball, cover and leave to rest for 30 minutes. To prepare the cheese fillings, the first one I placed the cheeses, parsley, dried mint and black pepper in a bowl and mixed well. For the second filling, I placed the cheeses with the onion and parsley in a bowl and mix well. I rolled out each piece of dough onto an oiled work surface into 5 to 6 inches circle. Place some filling in the middle. Bring up dough over, seal edges and form into a round pie. Place on baking pan, cover and let rest for 15 to 30 minutes. I brush pies with egg wash, sprinkle with sesame seeds or black cumin. Bake in 400 Fahrenheit oven for 12 to 15 minutes.